ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الاربعاء 25 يناير، كانون الثاني 2023. لو كنت مرتبط النهارده هيبقى بيملأك بلوتو بنبضات ممتعة جدا ليك، مش هتمانع في انك تشاركها مع حبيبك وشريكك. مع كل ده هيجيب لك نبتون النهارده شوية تقلبات مزاجية هتبقى في غير محلها تماما. هتبقى بتستمتع بفوائد كتيرة. كوكب المشتري المتفائل غالبا مش هتشوف الحياة وردية جديد جدا حتى لو مشيت مع الريح. بالنسبة ليك لو كنت أعزب ومش مرتبط، بلوتو هيبقى بيميل للقمر أكتر مع نبتون اللي هيبقى بيملأك برغبات ملتهبة جدا وغرائز واضحة جدا ما فيهاش أي لعب. حتى لو كان عندك مواعيد النهاردة هيبقى عندك درجة ملحوظة جدا من الحدة. هتبتدي تحس بكل فكرة ممكن تبقى في محورك في اليوم ده، هتبقى من رصيدك اللي بيعتبر عظيم جدا ليك. بالنسبة ليك صحيا هتدي لك الكواكب الكلمة المناسبة عشان تخليك تقضي اكتر الايام متعة ليك. لازم تخلي الموضوع ده يحسسك برضا كبير. هتتخلص من كل المشاكل اللي بتبقى بتحاول تدخل في صحتك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة عندك قوة إرادة واضحة، فيها إبداع، فيها حدس، كل حاجة ممكن تبقى بتجمعها عشان تدي لك فرصة بأعلى كفاءة. هتبقى بتضمن كل ده وهتبقى في كل الأفكار اللي عندك هتعرف تحققها. هتعرف تحول كل حاجة بتلمسها لذهب حتى لو كان في موهبة. مع شوية مساعدة هتبقى بتزيد منك أكتر.